هو أولا احنا في مرحلة قبول ترشحات تمتد من 17-24 أكتوبر، قبل ما ندخل في البت من 24 إلى 31 أكتوبر. المرحلة هذه بالنسبة لنا احنا تعتبر من أهم المراحل، وذلك علاش احنا كمجلس قررنا زيارات ميدانية لكل هيئاتنا الفرعية، يعني الخدمة هذه توا خدمة تاع ميدان، في خصوص اللي لاحظناها في الداخل، وأن كل الدوائر الانتخابية في الداخل فيها مترشحين. هذا يعني وأنه مش باش تكون هناك انتخابات جزئية في خصوص هذه الدوائر، الحمد لله، وأنه كل الدوائر فيها مترشحين حسب العدد الموجود توا، واللي بالزيارات الميدانية لاحظناه في عدد الترشحات. الإشكالية هي في الخارج، هي صعوبة كنا شاعرين بها من الأول، فيها مردها زوز أسباب. السبب الأول هو العدد بتاع 400، عدد كبير بالنسبة للخارج، باعتبار وأنه 46 دولة في العالم، 5 قارات، التباعد الجغرافي، هذايا خلوا أني صعوبة في تجميع التزكيات. حاليا 10 دوائر انتخابية في الخارج، هناك 5 دوائر فقط اللي عندهم ترشحات، هم فرنسا 1، فرنسا 2، فرنسا 3، ألمانيا والدول العربية. بقية الدول، بقية الدوائر الانتخابية وأهمها أفريقيا وأستراليا، تعرفوا لي أفريقيا مثال فيها 500 مواطن، إذا باش يجمعوا تزكيات تقريبا صعب، إذا زوز من الناس معناها تقريبا مستحيل. هذاك علاش نظريا جايز واني باش تكون ثم دوائر ما فيهاش ترشحات. في الحالة هذه القانون واضح، بعد الإعلان عن النتائج النهائية باش يكون ثم انتخابات جزئية في هذه الدوائر، بعد أنه نعلن عن النتائج النهائية بطبيعة الحال. نحن نأمل أنه في المدة المازالت واني باش تكون ثم ترشحات، إذا ما ثماش الحل موجود بطبيعة الحال وقتها توقع مراجعة القانون الانتخابي في خصوص العدد بالنسبة للخارج، تقليص منه بما يسمح من تجميع هذه التزكيات. واضح. في خصوص كل مسار انتخابي فيه تجاوزات أو فيه مخالفات، الأهم هو التدخل السريع. كيفاش تدخل سريع؟ الهيئة نحن عملنا بلاغاتنا، ذكرنا بالنصوص القانونية خاصة اللي يقع فيها الترفيع في العقاب، فصل 161 واضح أصبحت الجريمة 5 سنوات. النص هذا ينص صراحة على كونه كل من قام بالتأثير على الناخب، سواء بحثه على التصويت أو بحثه على عدم التصويت أو بالتزكيات، راي عقوبته 5 سنوات. تذكير هذا جاب نتيجته، بالتعاون مع النيابة العمومية في خصوص اللقاءات اللي صار، ثم تدخل سريع وناجع، تحلت بعض الملفات ووقعت حتى بعض الإيقافات. هذا جعل هناك حد لهذه الظاهرة اللي ما كانتش ظاهرة كبيرة، لكن حاليا الحمد لله وقع الحد من هذه الظاهرة وماشي الأمور وفقا لما تم الترتيب به. كيفاش من شكاية رفعته في خلال 4 أيام من انطلاق عملية التسجيل؟ هو مش في 4 أيام، هو راهو انطلقت التزكيات، احنا راهو في إطار التيسير، انطلقت التزكيات من 26 سبتمبر، ما بقيناش ننتظره في المدة متاع الأسبوع متاع تقديم الترشحات، نعرفوها صعيبة. بدت من 26 سبتمبر، عطيناها من شهر في تجميع التزكيات. ما نجمش نحصر لك أنا حقيقة بصفة حصرية للمسألة عند النيابة العمومية، لأن هي اللي عندها الولاية العامة على الجريمة، في وقت من الأوقات مؤكد أنه باش نعطوا إن شاء الله الحصيلة بتاع الدوائر. ثم في صارت في تونس تجاوزات، صارت تقريبا 4 إيقافات في تونس، إيقاف كذلك في قروان في نابل، معناها ماهوش عدد كبير، لكن اللي فيهم إيقافات على الأقل عندك تونس والقروان هذه متأكد فيها، هناك فتحة متاع أبحاث ولو ما زالت الأمور معناها عند النيابة العمومية في انتظار وأنه يوقع المحاكمة متاعها. شكرا.